متطلبات القبول بكلية المجتمع في قطر. إذا كنت قطرياً أو إذا كنت من أبناء القطريات حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للكلية لتحديد موعد اختبار تحديد المستوى. عقب النجاح في اختبار تحديد المستوى، يتم تقديم المستندات المطلوبة إلى قسم القبول بمبنى اللوسال، سواء للطلاب أو الطالبات. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 1-60-70. كلية المجتمع في قطر، نعلم الأجيال لبناء مستقبل الوطن.